السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس التاسع من سلسلة تعلم اللغة التركية من الالف الى الياء، ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان ادوات الاستفهام. اذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس دوكوز سورو راشلر. ادوات الاستفهام كثيرة متابعي الكرام، لكن اول اداة استفهام غادي نفتتح بها درس اليوم واللي هي ني، بمعنى ماذا. ني ماذا، ني ماذا. نصل بمعنى كيف، نصل كيف، نصل كيف. نردي أين، نردي أين، نردي أين. كم من، كم من، كم من. نزمان متى، نزمان متى، نزمان متى. كاتش كم، كاتش كم، كاتش كم. نري إلى أين، نري إلى أين، نري إلى أين. كاتشا بكم، كاتشا بكم، كاتشا بكم. مي م، مو مو. هل مي م، مو مو. هل مي م، مو مو. هل. وهنا عطيتكم مجموعة ديال الأمثلة اللي استخدمت فيها أدوات الاستفهام اللي تطرقت ليها في درس اليوم، وأول مثال واللي هو ساعة كاتش. كم الساعة، ساعة كاتش. كم الساعة، ساعة كاتش. كم الساعة. بوزورمو هل هذا صعب، بوزورمو هل هذا صعب، بوزورمو هل هذا صعب. نصل سنز كيف حالكم، نصل سنز كيف حالكم، نصل سنز كيف حالكم. المثال الرابع والأخير واللي هو سنري كيد يورسون، إلى أين أنت ذاهب. سنري كيد يورسون، إلى أين أنت ذاهب. سنري كيد يورسون، إلى أين أنت ذاهب. الآن غادي ننتقلوا للسلسلة الثانية من الأمثلة، وأول سؤال فيها واللي هو يولجولوك نازمان، متى السفر. يولجولوك نازمان، متى السفر. يولجولوك نازمان، متى السفر. ناتيميكبو ماذا تعني، ناتيميكبو ماذا تعني، ناتيميكبو ماذا تعني. بابا نارده أين أبي، بابا نارده أين أبي، بابا نارده أين أبي. المثال الرابع والأخير في السلسلة الثانية من الأمثلة واللي هو بوكيتاب كاتشا، كم سعر هذا الكتاب. بوكيتاب كاتشا كم سعر هذا الكتاب. بوكيتاب كاتشا كم سعر هذا الكتاب. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتم منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.